بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية سنة أولى إعدادي، نستأنف مع الصفحة رقم 60 و61، لو فوكابيلير دو ليماج. طبعا رأينا فيما سبق مضمون هاد اللوحة، وقلنا بأن تدور حول حديث سقوط 5 أشخاص بالمياه بعد أن أصابهم إعصار، وقلنا بأن الحديث كان يأتي في خضم الصراعات الأهلية التي حدثت بالولايات المتحدة الأمريكية قبل توحدها. إذا نعود لهذه اللوحة. Cette planche raconte l'histoire du naufrage de quel moyen de transport. هذه اللوحة تحكي قصة، كما نقول غرق، كما قلنا بأن نوفراج هي كلمة تعني غرق السفن. إذا نتكلم عن غرق السفن في البحر، إذا هذا الحديث هو شبيه بهذا الأمر مادام أنه حدث على مياه البحر. إذا cette planche raconte l'histoire du naufrage de quel moyen de transport. Cette planche raconte l'histoire du naufrage de quel moyen de transport. هذه اللوحة تحكي قصة غرق أي وسيلة نقل. Cette planche raconte l'histoire du naufrage de quel moyen de transport. إذا هذه اللوحة تحكي قصة غرق أي وسيلة نقل. في العادة كلمة نوفراج أنها تحكي قصص كما قلنا غرق السفن. إذا هنا هذه اللوحة المقصود بها مجموعة الصور، هذه اللوحة المقصود بها هاد مجموعة الصور المتراصة. إذا نتكلم عن اللوحة، إذا هذه اللوحة تحكي قصة غرق أي وسيلة نقل. Cette planche raconte l'histoire du naufrage de quel moyen de transport. هل تحكي مثلا قصة غرق سفينة؟ طبعا لا، سنقول cette planche raconte le naufrage d'un ballon. Cette planche raconte le naufrage d'un ballon. هاد اللوحة تحكي قصة غرق بالون، أو نقول cette planche raconte le naufrage d'une montgolfière. كلمة montgolfière تطلق على هاد البالون، ولكن هاد الاسم يأتي من اسم أخوين اخترعا هاد البالون. كلمة montgolfière هي اسم الأخوين اللذين اخترعا هاد البالون، فأطلق الاسم على البالون. إذا ممكن أننا نقول cette planche raconte le naufrage d'un ballon ou bien cette planche raconte le naufrage d'une montgolfière. ثم combien comptez-vous de vinettes sur cette planche؟ combien y a-t-il de vinettes؟ إذن على هذه اللوحة كم هناك من صورة صغيرة كما نقول؟ طبعا كل صورة تسمى فينيت، إذن هذه الصور الصغيرة تسمى فينيت. إذن combien comptez-vous de vinettes؟ كم تعدون من صورة صغيرة؟ combien comptez-vous de vinettes؟ كم تعدون من صورة؟ إذن je compte 5 vinettes. Je compte 5 vinettes. أنا أعد 5 صور، أو نقول il y a 5 فينيت، هناك 5 صور. ثم quelle est la plus petite، ما هي الأصغر؟ quelle est la plus petite، ما هي الأصغر، ما هي الصورة الأصغر من بين هذه الصور؟ إذا طبعا كما نرى على اللوحة la plus petite أكثر صغرا، كما نقول المقصود الأصغر، la plus petite يعني الأكثر صغيرة كما لو نقول الصغرى. La plus petite est la vinette 1. إذن الأكثر صغرا هي الصورة رقم 1. Après on a je comprends. أنا أفهم. Je comprends. أنا أفهم. La première question. Combien de vinettes comporte cette planche؟ Combien de vinettes comporte cette planche؟ كم من صورة تتضمن هذه اللوحة؟ On a dit qu'il y en a 5 vignettes. إذن كما قلنا بأن هناك 5 صور. إذن la planche compte 5 vignettes. La planche compte 5 vignettes. إذن كما نقول بأن اللوحة تعد 5 صور، ولكن المقصود بأن اللوحة يعد عليها كما نقول 5 صور، المقصود أنها تتضمن 5 صور. La planche compte 5 vignettes. La deuxième question. Les espaces représentés par chacune d'elles ont-ils la même dimension؟
Les espaces représentés par chacune d'elles ont-ils la même dimension? المساحات طبعا هنا عندنا ليزيسباس المقصود بها الفضاءات ولكن المقصود بها المساحات ليزيسباس ريبريزونتي إذن المساحات الممثلة باغ شاكون دال المساحات الممثلة بكل منها بكل منها باغ شاكون دال ليزيسباس ريبريزونتي باغ شاكون دال إذن المساحات الممثلة بكل منها ont-ils la même dimension? هل لهم طبعا نتكلم عن هذه المساحات كما لو نقول هل لهن إذن هل لهم la même dimension هل لهم نفس الأبعاد يعني المقصود أن كل صورة عندها واحد المساحة هل هذه المساحات كلها متساوية إذن المقصود لكي تكون متساوية بمعنى آخر يجب أن تكون لها نفس الأبعاد يجب أن تكون لها نفس الأبعاد. Les espaces représentés par chacune d'elles ont-ils la même dimension؟ إذن هل المساحات الممثلة بهد الصور لها نفس المساحات؟ Non, dans chaque vignette, les espaces n'ont pas la même dimension. لا, dans chaque vignette, في كل صورة, les espaces n'ont pas la même dimension. المساحات ليس لها نفس الأبعاد ليس لها نفس البعد ولكن المقصود ليس لها نفس الأبعاد Non, dans chaque vignette, les espaces n'ont pas la même dimension إذا لا في كل صورة المساحات ليس لها نفس البعد المقصود ليس لها نفس الأبعاد Pour la troisième question, la première vignette permet-elle de voir le lieu de l'action et les personnages. La première vignette permet-elle de voir le lieu de l'action et les personnages. إذن الصورة الأولى permet-elle هل تمكن عندنا الفعل permettre عندنا فعل permettre هذا فعل مكن أو سمح بي إذن الصورة الأولى هل تسمح بي أو هل تمكن من إذن la première vignette permet-elle de voir هل تسمح برؤية هل تمكن من رؤية لو ليو يعني المكان دو لاكسيون اي لي بيرسوناج هل تمكن من رؤية مكان الحادث حيث وقع هذا السقوط اي لي بيرسوناج وهل تمكن ايضا من رؤية الشخصيات لا ريبونس نو لا بروميير فينيت كوم نو لو فويون اذا كما نرى La première vignette, l'asl, fait l'asl, n'a qu'ul, non, la première vignette ne permet pas de voir. Ou la kinna, hada inda manurid anna qu'ul bi anna had as-sura la tumakin min ru'yat shay mu'ayyan. La kinna, had as-sura la tumakin min ru'yat shay ayn ou akhtar. Idan, taban, mada sayakul jawab? Taban, sayakul jawab, kattali. Non, la première vignette ne permet de voir. Ni le lieu de l'action, ni les personnages. La première vignette, بأن الصورة الأولى, ne permet de voir. لا تمكن من رؤية. لا مكان الحادث. لا مكان الحادث. ولا الشخصيات. لذلك لم نقل هنا, la première vignette ne permet pas. إذن كان ممكن أننا نقول هذا. ولكن إذا كان الأمر أنه محصور فقط في مكان الحادث أو في الشخصيات. إذا كنا لا نريد أن نذكر هذ الشيئين اللذان لا تمكن الصورة من رؤيتهما إذا في هذه الحالة ممكن أننا نقول non la première vignette ne permet pas de voir le lieu مثلا أو la première vignette ne permet pas de voir les personnages ولكن ماذا عندنا هنا نريد أن نقول بأن الصورة الأولى لا تمكن لا من رؤية مكان الحادث ولا من رؤية الشخصيات إذن سيكون الكلام كالتالي إذن سيكون الجواب Non, la première vignette ne permet de voir ni le lieu de l'action ni les personnages Non, la première vignette ne permet de voir ni le lieu de l'action ni les personnages لا, الصورة الأولى لا تمكن لا من رؤية مكان الحادث ولا الشخصيات المقصود ولا رؤية الشخصيات Pour la quatrième question Quelle vignette permet
de reconnaître les personnages, les lieux, de situer les personnages dans l'espace. Quelles vignettes permettent de reconnaître les personnages, les lieux, de situer les personnages dans l'espace? إذن أي صور تمكن عندنا الغير permettre مرة أخرى quelles vignettes permettent de connaître تمكن من معرفة les personnages من معرفة الشخصيات les lieux من معرفة المكان يعني أننا ننظر في المكان ما تكونش ديك الصورة محصورة في واحد جانب من واحد المكان بحيث أننا لا نعرف بقية المكان بل هنا نتحدث عن الصور التي تمكن من معرفة المكان ثم de situer ثم من موقعات المقصود التي تمكن من موقعات الشخصيات dans l'espace يعني في الفضاء كما نقول ولكن المقصود في هذه الأمكنة إذن ما هي الصور التي تمكن من هذا التي تسمح بهذا تسمح من معرفة أين تقع الشخصيات مثلا في هذه الأمكنة كالفينات permettent de reconnaître les personnages les lieux de situer les personnages dans l'espace. La réponse est les quatre autres vignettes. Les quatre autres vignettes permettent de reconnaître les personnages et les lieux. Comme exemple la vignette 2, il y en a cinq personnages dont un chien. Et dans l'espace sur la tenia, on a qu'à 5 personnages, mais un kelb et la mère. Nous parlons de l'emakan, taba nous parlons de le lieu, le ou la mère. Et dans l'emakan ou le bahar. Pour la vignette 2, il y en a 5 personnages dont un chien. إذن هناك 5 شخصيات من بينها كلب. طبعا هذا الكلب هو داخل في الشخصيات. إلى مير. ثم البحر. إذا نتكلم عن le lieu. Pour deux d'entre eux, on ne voit que les jambes. بالنسبة لإثنان منهما, on ne voit que les jambes. يعني أننا لا نرى إلا الأرجل. Pour deux d'entre eux, بالنسبة لإثنان من بينهم on ne voit que les jambes لا نرى إلى الساقين فينات 3 4 et 5 la mer la côte et 4 personnages إذن بالنسبة الصورة الثالثة والرابعة والخامسة إذن نرى ماذا on voit la mer la côte dans ce cas on parle de l'espace يعني أننا نتكلم عن المساحة أو عن الفضاء après on a les 4 personnages pour la vignette 3, 4 et 5, on voit la mer, la côte et les 4 personnages. يعني من خلال هذه الصور 3, 4 و 5 يعني أن تمكننا من رؤية البحر والشاطئ ثم تسمح لنا برؤية 4 شخصيات. Pour la cinquième question, imagine l'emplacement de la personne qui regarde l'action représentée par les différentes vignettes. Où se situe-t-elle? Où se situe-t-elle dans la vignette 2, dans la vignette 5. Et donc, imagine l'emplacement. Imagine l'emplacement de la personne qui regarde l'action représentée par les différentes vignettes. Et donc, imagine l'emplacement. Il est à savoir l'emplacement de la personne. Imagine l'emplacement de la personne qui regarde l'action représentée par les différentes vignettes. Et donc, imagine, il est à savoir l'emplacement. T'as savoir mekan de la personne تصور مكان الشخص كي روغارد لاكسيون الذي ينظر الحدث إذن هذه الأحداث التي رأيناها مصورة إذن هنا المطلوب منا أن نتصور أين يوجد الشخص الذي صور هذه الوضعيات الذي صور هذه الأحداث imagine l'emplacement de la personne qui regarde l'action représentée par les différentes vignettes تصور وضعية الشخص الذي يراقب الأحداث الممثلة بهد الصور الممثلة بمختلف الصور أو سو سيتو تيل أين يتواجد هو دون لا فينيت 2 فالصورة الثانية دون لا فينيت 5 ثم في الصورة الخامسة دون لا فينيت 2 لا بيرسون كي روغارد لاكسيون إت أون فاس إذن في الصورة الثانية الشخص الذي ينظر الحدث إت أون فاس إذن الشخص الذي ينظر للفعل إت أون فاس يعني أنه هو في الواجهة يعني أنه أمام الحادث تخبخي يعني أنه جد قريب أكوتي دي ما دي بيرسوناج يعني أنه بالقرب من أيادي الشخصية دون لا سينكيام فينيت في الصورة الخامسة كما نلاحظ لا بيرسون كي روغارد لاكسيون إي لوان لا بيرسون كي روغارد لاكسيون إي لوان
يعني الشخص الذي ينظر للحدث أنه بعيد. Au dessus de la scène. Au dessus de la scène. Au dessus de la scène. يعني أنه فوق المشهد. كما لو نتكلم عن شخص يصور من الطائرة أو ينظر أيضا من فوق جبل، لأن الصورة هي تمثل هد النظرة. إذن كما قلنا dans la vignette 2، إذن كما نلاحظ في الصورة الثانية la personne qui regarde l'action est en face، يعني الشخص الذي ينظر للحدث est en face، يعني أنه في وضعية مواجهة لهذا الفعل، يعني أن الفعل يحدث أمامه مباشرة تخبخي، يعني أنه قريب جدا. إذن هذا الشخص ينظر للحدث بشكل قريب جدا. À côté des mains du personnage، يعني أنه بالقرب من يدي الشخصية. Dans la cinquième vignette، في الصورة الخامسة، la personne qui regarde l'action est loin، الشخص الذي ينظر للحدث est loin، يعني أنه بعيد. Au dessus de la scène، يعني أنه فوق المشهد. نستكمل في الحلقة القادمة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.